الماش، شوربة الماش. فاحنا راح نذوق شوربة الماش لأنه مسيف اليوم من زمان ما مسويتها لو ما مسويتها؟ لا سويتها مرة واحدة يعني، بس هاي قبل سنين، قبل 30 سنة. قبل 30 سنة مسويتها؟ مع شلون استطعم هاي؟ كنت أنا صغيرة. الله صدق صدق طيبة. عاشت ايدك والله. الله يعافيك. واو صمون العراقي. انت هم راح تتذوقين. ايه انا طبعا اسوي لي شفه. لا ها ايه. وهاي اللفه انا اذوقها اكيد طبعا. وخليك انت تكملين البقيه. اوكي موافقه. خلي نذوق العروق اللي مسيف مسويته. يقولون لا تاكل بصل مسيف بعدين تضوج من عندك. لا لا عادي انا يعني راح اكل بصل. يقولون مسيف تضوج من عندك. لا هو البصل الطيب. هلا. وانا تعطيتها. ايه وضجتها وهاي إلت. اوكي لا كملها ما يخالف بعدين سوي لي واحدة. اوكي حبايبنا نشوفكم فيديو جديد واكلة جديدة من ايد مسيف الطاقة.